السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الطلبات الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم يا حبايبي. هنعمل مراجعة على مقررات شهر مارس مادة الدراسات، تمام؟ مذكرة المتميز، ماشي حبايبي؟ هنتوكل مع الله. عاملين يا حبايبي في رمضان؟ ربنا يوفقكم كده في النجاح ويوفقكم في الصلاة والصيام، وربنا يوفقكم ان شاء الله وينجح. هناخد اول سؤال يا اولاد، اختار الاجابه الصحيحه. قول اهم الحروب التي خاضتها مصر في العصر الحديث. ادم قال لي العصر الحديث، يبقى طبعا يبقى حرب اكتوبر 73. بعد كده بيقول عقد الملك رمسيس الثاني اقدم معاهده سلام مع الايه؟ الحيثيين. أشهر المعارك التي خاضها الملك تحتمس الثالث، معركة إيه؟ مجدو. هنيجي بعد كده بيقول وقعت معركة مجدو في دولة تسمى حاليا اللي هي فلسطين. بعد كده قائد حرب 6 أكتوبر 1973 الرئيس الرائح محمد أنور السادات. تعرضت مصر لغزو الهكسوس في عصر مين؟ الضعف الثاني. تعرضت مصر لهجمات بعض القبائل خلال عصر الأسرة الثالثة، تصدى لها الملك ايه؟ زوسر. مدينة اتخذها البطالمة عاصمة لهم اللي هي ايه؟ الاسكندرية. تنسب منارة الاسكندرية الى عصر ايه؟ الاسرائيلي. البطالمة البطالمة اتخذوا عاصمة لهم مين؟ الاسكندرية. مناطق الاسكندرية بتنصب لمين؟ البطالمة. ادخل البطالمة آلات زراعية جديدة لمصر، منها اللي هو الايه؟ الساقية. ده الساقية يا اولاد اللي هي كانت بتلف زمان كده بتطلع لنا المية، كان بيلفها الحيوانات زي البغال وايه؟ البقر والجاموس. أحد الإنجازات الثقافية للبطالمة في مصر اللي هي عندنا إيه؟ هو بناء مكتبة وجامعة الإسكندرية. مؤسس دولة البطالمة في مصر هو بطليموس الأول. نيجي السؤال التالي 13. أحد أهم المعابد التي تم تشييدها في فترة الحكم البطالمي لمصر هو معبد كومومبو. أدخل البطالمة محاصيل جديدة لمصر من محصول الزيتون. إحدى الآثار التي تعتبر تعبر عن براعة المصريين في نحت التماثيل طبعا اللي هو أبو الهول، هو اللي رأس إيه؟ على شكل إنسان وجسمه على إيه؟ على هيئة أسد. كانت مخازن الحبوب في مصر القديمة توجد في منازل مين؟ حاكم الأقاليم أو حكام الأقاليم. بنى المصري القديم المعابد الجنائزية ومنها معبد حبشبسوت. ماشي. أحد المعابد التي كان يقام بها الطقوس اليومية
للآلهة هو معبد. عندنا معبد مين؟ الأقصر. بعد كده منزل بسيط يتكون من طابق أو طبقين. الطابق هذا الوصف على منزل مين؟ العمال. بنيت المسلات لتسجيل أعمال الملك. أي مما يلي يعد دليلا على براعة المصري في العمارة والفن الحديث، اللي هي طبعا البرج الأيقوني. بناء الأهرامات، بناء أهرامات الجيزة يدل على براعة المصريين القدماء في علم الهندسة. شايب نعنى في الطب ولا التشريع ولا الأدب. وضع المصريون القدماء للتقويم الشمسي يدل على براءة. وضع المصريين القدماء للتقويم الشمسي يدل على ايه؟ براعتهم في علم ايه؟ طيب على طول الفلك. سجل المصريون القدماء رواتب الجنود لأنهم في برعوا في علم ايه؟ الحساب. نيجي بعد كده. تمكن المصريون القدماء من تخطيط المدن نتيجة لبراعتهم في طبعا بيخططوا المدن، يبقى فين؟ في الهندسة. عرف المصريون القدماء مواقع كثيرة أو عرف المصريون القدماء مواقع كثيرة من الكواكب والنجوم نتيجة لبراعتهم في قلنا الفلك، في علم الفلك. استطاع المصريون القدماء تحديد قيمة الضراب بفضل براعتهم في علم الحساب. استطاع المصريون القدماء حساب مساحة الأراضي الزراعية بفضل براعتهم في علم برضو الحساب. بيقول لك أي حاجة في حساب يبقى الحساب. في عصر الدولة نقط. تعرضت مصر لهجوم قبائلي على حدودها الشمالية، يبقى في عصر الدولة القديمة. مؤسس الدولة الحديثة وطارد الهكسوس هو الملك مين؟ أحمس. ومشاهير عندكم دلوقتي كتير يعني. اشهر معارك الملك تحتمس السادس معركة ايه؟ مجدو. معركة قادها الملك رمسيس الثاني وانتهت باتفاقية السلام، هي معركة جاتش او قاتش. قاتش أول معاهدة سلام في التاريخ وقعها الملك رمسيس الثاني. نيجي بعد كده. تعرضت مصر لهجوم بعض القبائل على حدودها الشمالية الشرقية في بداية الأسرة إيه؟ الثالثة. من أقدام الأديرة في مصر هو دير الأنبا إيه؟ عندنا الأنبا بيشوي والأنبا أنتيوس والسمعان ولا مين؟ السؤال رقم 35 طبعا أتيونوس. ماشي. كان حكم بطليموس الأول لمصر بداية العصر إيه؟ البطالمي أو البطالمي. كانت البطالمة يحكمون مصر حكما ايه؟
مطلقا. ملكة كليوباترا السابعة هي آخر ملوك البطالمة، دخلت المسيحية مصر على يد القديس مين؟ مرقس في منتصف القرن الأول الميلادي. الكتابة النوط كانت تعد الخط الرئيسي للدولة، طبعا الهيروغليفية. استكمل بطليموس الأول بناء مدينة الإسكندرية. قلنا تنصب برضو ديات للعاصر البطالمة منارة اسكندرية. بنى مصر القديم نقط لأغراض دينية، طبعا المعابد معروفة، يعني ابن ايه غير المعابد؟ تمام. بعد كده معانا السؤال اللي بعديه، بيقول ساعد على حفظ رسوم ونقوش المصريين القدماء حتى وقتنا الحالي، اللي هو ايه؟ مناخ مصر. بنى المصري القديم معابد جنائزية، منها معبد حتشبسوت. يقع حصن بوهين على الحدود المصرية الايه؟ الجنوبية. يجي بعد كده ناخد الأسئلة الصح والخطأ. يعد الجيش المصري من أقدم جيوش العالم، إجابة صحيحة. تعرضت مصر لغزو الهكسوس في العصر الضعف الأول، إجابة خاطئة. استطاع الملك سقنا الرعاع طرد الهكسوس من مصر، إجابة خاطئة. استطاع الملك تحتمس الثالث الانتصار في جيش في معركة قادش، إجابة خاطئة. دمر الجيش المصري خط برليف في 6 ساعات، إجابة صحيحة. بعد كده يطلق لقب بطل التحرير على الملك تحتمس الثالث، إجابة خاطئة. وقعت معركة قادش ضد الحيثيين في دولة فلسطين حاليا، إجابة خاطئة. الملك رمسيس الثاني هو صاحب أقدم معاهدة السلام في التاريخ، إجابة صحيحة. أهمل البطالمة النشاط التجاري في بداية حكمه، إجابة خاطئة. زار الإسكندر الأكبر معبد الإله رع بواحد سيوة، إجابة صحيحة. أصدر صناعة الزيوت والمنسوجات في عصر البطالمة، إجابة صحيحة. استغل الرومان أرض مصر لزراعة محصول الأرز، إجابة خاطئة. أنشأ الرومان معبد رأس السوداء في محافظة القاهرة، إجابة خاطئة. عانى المصريون من ظلم الرومان، إجابة صحيحة. بعد كده حكم خلفاء الإسكندر الأكبر مصر حوالي 5 قرون، طبعا إجابة خاطئة، مش 5 قرون. كان نظام الحكم الروماني في مصر قائم على الديمقراطية، إجابة خاطئة. بعد كده يمثل هرم زوسر المرحلة الثانية لبناء المقابر قديما، إجابة صحيحة. بعد كده
تميزت منازل العمال بمصر القديمة بالفخامة والاتساع جاب خاطئة. المعابد الجنازية تقام بها الطقوس اليومية للآلهة إجابة خاطئة. اعتمدت فنون العمارة في مصر القديمة على الموارد الطبيعية إجابة صحيحة. بعد كده عندنا بنقول تميزت رسوم مصر القديم الدقة والإبداع إجابة صحيحة. بنى المصري القديم المقابر من الطوب اللبن للحفاظ على جسد المتوفين طبعا إجابة خاطئة. بعد كده يقع مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة إجابة صحيحة. ساعدنا تسجيل الكاتب المصري للأحداث على معرفة نواحي الحياة المصرية القديمة إجابة صحيحة. بعد كده استخدم المصري القديم أدوات طبية تشبه أدوات عصرنا الحالي إجابة صحيحة. بعد كده استخدم المصري القديم لا عرف. بعد كده عندنا قصة عندنا قصة سنوحي إحدى أنواع أدب المديح إجابة خاطئة. بعد كده عرف المصري أو عرف المصريون القدماء الجمع والطرح والقسمة إجابة صحيحة. بعد كده استخدم المصريون القدماء نوعا واحدا من الكتاب وهي الهيروغليفية طبعا هم استخدموا عندنا ايه كتاب الهيروغليفية بس مش نوع واحد استخدموا كذا نوع يبقى الإجابة دي خاطئة. بيقول لي بعد كده استطاع المصري القديم حفظ جسد الميت نتيجة مراعاته في علم الهندسة طبعا لا غلط ده في علم التحنيط او علم الطب. بعد كده تضمن الأدب القصصي قصصا حقيقية وخيالية تعكس حياة المصريين القدماء إجابة صحيحة. عندنا بعد كده بيقول كانت وظيفة الكاتب المصري القديم تساعده على الوصول للمناصب العليا بالدولة إجابة صحيحة. بعد كده عندنا اكتشف المصريون القدماء الكثير من الأمراض والوصفات الطبية المناسبة للعلاج إجابة صحيحة. بعد كده عندي استفاد المصريون القدماء من علم الهندسة في حساب مساحة الأراضي طبعا غلط علم الحساب وليس علم الهندسة. بعد كده لعب العلم والعلماء دور مهم في بناء الحضارة المصرية القديمة دي إجابة صحيحة. يعكس الأدب الهزبي حياة المصريين القدماء من الناحية السياسية والاقتصادية إجابة خاطئة. عرف المصريين القدماء التخصصات الطبية مثل العيون والأسنان والجراحة إجابة صحيحة. بعد كده مسلة حتشبسوت من أشهر المسلات الموجودة في معبد آمون إجابة خاطئة. أشهر الحصون التي لدى المصريين القدماء كان حصن بوهين على حضور الشرقية إجابة خاطئة. بعد كده توصل العلم الحديث إلى كيفية بناء الهرم الأكبر إجابة خاطئة.
مس الهرم وصل للمرحلة الثانية في بناء المقابر المصرية القديمة. إجابة صحيحة. بعد كده بدأت المرحلة الأولى لبناء الأهرامات قديما من عدة مصاطب. إجابة خاطئة. بنى المصريون القدماء المقابر من الطوب اللبن. إجابة خاطئة. اعتمدت فنون العمارة في مصر الفرعونية على الموارد الطبيعية من مصر. إجابة صحيحة. بعد كده بيقول لي كانت منازل العمال القديمة ملحقة بمخزن حبوب. إجابة خاطئة. اشترك المصريين في حكم بلادهم أثناء حكم البطالمة والرومان. إجابة خاطئة. بعد كده اهتم البطالمة بالتجارة فإنشاء منارة الإسكندرية لإرشاد السفن. إجابة صحيحة. خضعت مصر لشفل الإمبراطور الروماني بشكل مباشر. إجابة صحيحة. بعد كده عندنا من أشهر المعارك التي خضع الملك تحتمس السادس معركة مجدو. إجابة صحيحة. تتضمن بانوراما حرب أكتوبر لوحات جدارية تحكي بطولات الجيش والشعب المصري. إجابة صحيحة. بعد كده قسم المصري القديم اليوم إلى 12 ساعة ليلا و 12 ساعة نهارا. إجابة صحيحة. تمام. هنيجي بعد كده يا أولاد هننتقل بقى لأكمل. هناخد بقى إيه كل كلمة ونكتب بقى قدامها الحاجة بتاعتها. نيجي هنا نكتب مع بعض. نبدأ نكتب هنا. بيقول لك أسطورة الملاح الغريب تعد أحد أنواع الأدب القصصي. أعملها لكم بلون تاني عشان تبقى واضحة معاك. اللون ده مش واضح. طب يوضح معاكم. ماشي. نيجي بعد كده عرف المصريون القدماء الأشكال الهندسية كالمربع والمستطيل. كده استطاع المصري القديم تحديد قيمة الضراب لأنه بارع في علم الحساب. توجد مسألة الملك حتشبسوت في معبد ايه كارنك. من المصري القديم المقابل غرب نهر النيل. يلا اللي بعديها. بعد كده برع المصريون القدماء في الرسم والنقش في أعلى جدران المعابد والمقابر. كده عندنا انتصر الرومان على البطالمة عام 31 قبل الميلاد في معركة أكتيوم البحرية. أكتيوم البحرية. بعد كده يرجع معبد رأس
السوداء العصر ايه؟ العصر الروماني. آخر ملوك دولة البطالمة في مصر هي الملكة كليوباترا السابعة. بعد كده عندنا استطاع الملك أحمس تحرير مصر من الهكسوس. نيجي أكمل رقم 3 يا أولاد، بيقول لي عدد صراعات حكام الدولة الوسطى اللي تعرض مصر للغزو، على طول هيبقى الهكسوس. بعد كده انتصر الملك أحمس على الهكسوس بترجيع من والدته الملكة إياحطب. خاض الملك رمسيس الثاني أكبر المعارك ضد الحيثيين. بعد كده استخدم الجيش المصري اللغة، قلنا عندنا اللغة ايه؟ النوبية. أحد أبرز القادة العسكريين في مصر الحديثة هو عندنا مين؟ محمد أنور السادات رحمة الله عليه. بعد كده رقم 4، هنا استعادت مصر أرض مين؟ أرض سيناء. قام الجيش المصري بتدمير خط، يبقى خط مين؟ بارليف. عدد صراعات الحكام في الدولة الوسطى للدخول الهكسوس. كانت مصر أثناء الحكم الروماني أكبر مصدر لإنتاج القمح. أحب المصريون بالفتح الإسلام، التخلص من التواضع للرومان. بعد كده اخر واحدة عندي، سمي عصر الامبراطور اللي هو تقلدريانوس بعصر الشهداء. تعد المسلات علامة بارزة في الفن المعماري المصري القديم، من أشهرها مسلة حتشبسوت. حتشبسوت يا حتشبسوت. بعد كده منزل متعدد الحجارة وبه مخزن الحبوب، وهذا الوصف لمنزل حكام الأقاليم. بعد كده بنقول هنا أشهر الحكام في مصر القديمة، عندنا طبعا أنا
أني أني و وبتاح بتاح وتو استخدم رجال الدين في مصر الفرعونية الكتابة طبعا اللي هي تيقية تيقية إنما أفراد الشعر دم استخدموا كتابة الدي إيمو تيقية بدول استخدموا ظهير والطيقية دول الديموطيقية ده الهيرة الطيقية وهي دول الديموطيقية يبقى دول طيقية ودول طيقية بس ده الهيرة ودول الديمو ماشي يا ولاد هنيجي بعد كده عندنا هنا قاضي مصر طبعا مين محمد انور السادات الملك ايه زوسر هنا امير قاج لا الاول الملك تحتمس الثالث أسرية في المعركة نادوا أمير قاتش قاد يونان قائد يوناني سيطر على مصر لتوسيع امبراطوريته الاسكندر الأكبر كده عندنا الملك بطليموس الأول هو قائد مؤسس دولة البطالمة يبقى هو الملك بطليموس ضعفت دولة البطالمة بقى في مصر بعد وفاة الملك بطليموس بطليموس
بتليميوس الثالث. نيجي بعد كده آخر ملوك البطالمة، طبعا قلنا ملكة كليوباترا السابعة. شوية أضخام فيها طقوس الجنائز الملك للمعابد الجنائزية. بعد كده عندنا معابد مشرية اللي تقوم فيها طقوس اليومية للآلهة، معابد الإله. نشر التمثيل المنحوت في منطقة الأهرامات أبو الهول. هرم مدار مقام هذا المصاطب قلنا عليه يا اما تنون هرم سقارة او نقول عليه هرم مين زوسر. ماشي يا ولاد، نيجي بعد كده 13. عندنا تقسيم اليوم ل24 ساعة مساوي، قلنا دوت اللي عليه التقويم الشمسي. تقدير مساحة الأرض الزراعية علم الحساب، قلنا هنا برضو ايه نسميه ممكن نقول عليه هنا علم الفلك. هنا هنقول علم الحساب. هنيجي بعد كده نبقى معرفة تخصصات مختلفة مثل العيون الساندة علم الطب. قصة السموحي وأسطورة الملاح الغريب اللي هو الأدب القصصي. تقويم مصري قديم قسم السنة 365 يوما مقسمة 12 شهر، قلنا التقويم تقويم شمس.
بعد كده هذا بيتناول الحياة بعد الموت وعقيدة البعث والخلود اللي هو الأدب الديني. عندي أدب ركز على تمجيد أعمال الملك اللي هو أدب المديح. بعد كده أدب يتناول الحكم والنصائح اللي هو الأدب التهذيبي. بعد كده مباني الهدف منها حماية البلاد والدفاع عنها اللي هي المباني العسكرية. بعد كده عندنا شجعت ابناء على حرب ضد الأقصوص اللي هي إتاح إحات حطب. إياح حطب. أدخل المسيحية على مصر اللي هو القديس مرقس. الإمبراطور أطلق على عهد الشهداء اللي هو تقليديانوس اللي هو ايه تقليد يا نوس. بعد كده قام بحماية أرض سيناء من القوى التي جمعت على حدود النص الشمالية الشرقية اللي هو الملك زوسر. ماشي يا ولاد نكمل بعد كده مع بعض. السؤال الخامس يا ولاد بيقول لي بقى بما تفسر استطاع المصريين القدماء تحديد قيمة الضرائب؟ بنقول بسبب براعتهم في علم الحساب. رقم 2 ما النتائج المترتبة على براعة المصريين القدماء في علم الحساب؟ معرفة مساحة الأراضي، معرفة رواتب الجنود، معرفة قيمة الضرائب. رقم 3 ما العلاقة بين تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني؟ طبعا على وجه رمسيس الثاني في معبده العلوم. هنا العلوم عند المصريين القدماء بنقول طبعا تقدم المصريون في علم الفلك والحساب والهندسة عد الى تحقيق طبعا تعامد الشمس مرتين على وجه الملك رمسيس الثاني في معبده. دليل براعة المصريين القدماء في الطب حيث توصلوا إلى معرفة كثيرة من التخصصات زي الجراحة والأسنان والعيون. تقدموا في علم التشريح وتوصلهم إلى التحنيط. توصلوا إلى تشخيص كثير من الأمراض ومعرفة طرق علاجها. بعد كده بيقول لي مين تفسر عندي بناء المصريين القدماء مقابرهم غرب النيل طبعا تكون بعيدة عن الفيضان. يا أولاد رقم 6 بيقول لي دلل لم تكن أشكال المنازل عند المصريين القدماء متماثلة. طبعا اختلفت لأن منازل العمال عن منازل الطبقة الثانية من حكام الأقاليم والوزراء والكهنة. بعد كده قارن بين قصر الملك ومنازل حكام الأقاليم. طبعا قصر الملك قصر كبير ومتسع تميز بجمال زينته وزخارفه. منازل الحكام الأقاليم منازل كبيرة ومتعددة الحقرات بها مخازن الحبوب.
بعد كده بيقول لي ما العلاقة بين الهرم الأكبر وتطوير بناء المقابر؟ طبعا يعد الهرم أكبر المرحلة الثالثة من تطور بناء المقابر، مما تفسر زيارة الإسكندر الأكبر لمعبد الإله آمون في واحة سيوة، ليدلل المصريين القدماء على احترامهم للديانة المصرية. هنا ليدلل للمصريين على احترامه للديانة المصرية، يعني هو بيحترم الديانة المصرية. يجي بعد كده بيقول لي دلل استغلت روما الأراضي الزراعية في مصر قديما، طبعا حيث اعتبرت مصر مزرعة للقمح لإرساله إلى روما عشان يعملوا مكرونة بتاعتهم. المكرونة بتتعمل ايه يا ولاد؟ منين يا ولاد؟ دي بتاع القمح، يعني عشان كده بيعملوا مكرونة روما. بعد كده السؤال الحداشر بيقول ما النتائج المترتبة على ظهور المسيحية في مصر؟ طبعا عدى الاضطهاد الرومان للمسيحيين خاصة في عهد الامبراطور دقلديانوس الذي عرف عصره بعصر الشهداء. تمام يا ولاد. نيجي رقم 12 بيقول قال بين الحاسة الثقافية في مصر أثناء حكم البطالمة وفي أثناء حكم الرومان. بنقول طبعا هنيجي ناخد الحالة الثقافية في عهد البطالمة، إنشاءوا جامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية. لكن في عهد الرومان احتلت الإسكندرية المركز الثاني ثقافيا بعد روما، وأنشأ الرومان فيها المسارح مثل المسرح الروماني والمعابد مثل معبد رأس السوداء. بعد كده 13 بما تفسر تنظيم وتسليح الجيش المصري في عهد الملك زوسر، طبعا لصد الهجمات القبائل على حدود مصر الشمالية والشرقية وحماية أرض شبه جزيرة سيناء. من النتائج المترتبة على الخطة العقرية اللي نفذها الملك تحتمس الثالث في معركة مجدو، طبعا أدى إلى تفرق صفوف أمراء آسيا بقيادة أمير قادش وهربوا داخل مدينة مجدو، فأمر الملك تحتمس الثالث بحفر خندق حول المدينة وحاصرها حتى استسلم العدو وانتصر الجيش المصري. بعد كده 15 دلل ساعة مصر منذ القدم إلى تحقيق السلام، حيث عقد الملك رمسيس الثاني أول معاهدة سلام في التاريخ مع ملك الحسيين بعد تصرف معركة قادش. بعد كده ماذا يحدث إذا لم ينجح الملك أحمس في طرد الأكسوس من مصر؟ طبعا لم ينتهي عصر الضعف الثاني ولم يكن مؤسس عصر الدولة الحديثة. ما النتائج المترتبة على معاهدة السلام بين رمسيس الثاني وملك الحسيين؟ طبعا ساعدت هذه المعاهدة على تحقيق الأمن والاستقرار للطرفين. بعد كده بيقول دلل كان الملكة إياه حطب دور في حرب التحرير، طبعا حيث شجعت زوجها سقنا الرع وأبناء كاس وأحمس على طرد الأكسوس من مصر. مما تفسر اعتناق المصريين للديانة المسيحية لتعليمها السامحة ودعوتها للمحبة والإخاء. اكتب هنا دما النتائج المترتبة، اكتب ما النتائج المرتبة مش دما دي يا ولاد، ما النتائج المرتبة على وفاة الإسكندر الأكبر في عام 323 قبل الميلاد. طبعا تولى بطليموس الأول حكم مصر وأسس دولة البطالمة. رقم 21 دلل اهتمام البطالمة بالزراعة في مصر، حيث قاموا بحفر الترع والقنوات، أدخلوا محاصيل زراعية جديدة مثل العنب والزيتون،
أدخلها أولاد زراعية جديدة مستسائية، تمام، تم استيراد سلالات جديدة من الحيوانات. رقم 22 دليل زاد اهتمام بطالما بالعلوم الثقافية في مصر، حيث قاموا بإنشاء مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية. 23 المتفسر بناء المصريين القدماء المقابر من الحضر لحماية جسد المتوفي وتأمين سرقة المقبرة من اللصوص. 24 دليل أهمية الرسوم والنقوش التي خلفتها الحضارة المصرية القديمة، حيث عبرت الرسوم والنقوش عن أحدث السياسة يعني الأحداث السياسية والاجتماعية والعسكرية والدينية وبعض الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والتجارة. وبعد 25 بما تفسر تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني مرتين في العام بسبب براعة المصريين القدماء وتقدمه في علوم الفلك والهندسة والحساب. طبعا لما عملوا المقبرة عملوا حسابيا وحسبوا، وهم كانوا طبعا شطار في علم الفلك والهندسة والحساب وقدروا يحسبوا الحزب بالظبط لما وضعوه، فجعلوا التمثال بتاعه الوجه بتتعامد عليه الشمس مرتين في السنة. 26 ده اللي ابتكر المصريين القدماء العديد من الأشياء التي ساعدت على معرفة الوقت. طبعا حيث استخدام المسلات كساعات شمسية لمعرفة الوقت من خلال مراقبة الظل أثناء النهار، واستخدام ساعات مائية على شكل مظهريات لمعرفة الوقت بدقة خلال الليل. بعد كده بيقول لي ما العلاقة بين التقدم المصري القدماء في علوم الفلك والهندسة وبناء الأهرامات والمعابد؟ طبعا كان لبراعة المصريين القدماء تقدم في علوم الفلك والهندسة والحساب الأثر العظيم في بناء المعابد والأهرامات. بعد كده بيقول لي ما النتائج المترتبة على براعة المصريين القدماء في تشريح جثث موتاهم؟ أدى لو توصلهم لمعرفة علم التحنيط ومعرفة أجزاء الجسم الداخلية وتشخيص أمراضها وطرق علاجها. 29 قارن بين الكتابة الهيروغليفية والكتابة الهيراتيقية. طبعا الكتابة الهيروغليفية هي الخط الرسمي للدولة، وكانت على شكل صور ورسوم، كانت تستخدم في تسجيل أحداث حياة مصر القديم على جدران المعابد. أما الكتابة الهيراتيقية استخدمها رجال الدين اللي هم الكهنة للكتابة على ورق البردي وقطع الخشب. تمام يا أولاد، هنيجي بعد كده السؤال الأخير عندنا بتاع الخرائط. محافظة يقع بها تمثال أبو الهول اللي هي الجيزة، ماشي. بعد كده محافظة يقع بها مسلة الملكة حتشبسوت، عندنا رقم 2 اللي هي الأقصر. محافظة بها متحف بانوراما حرب أكتوبر اللي هي الثلاثة اللي هي القاهرة. منطقة استعادت مصر بها معاهدة السلام مع إسرائيل اللي هي سيناء. هنا البحر دوت البحر الأحمر. نيجي بعد كده الخريطة رقم 2، دولة وقعت بها معركة مجدو اللي هي فلسطين، ربنا يحررها يا رب وينصر إخواننا فيها يا أولاد، ادعوا لهم إن شاء الله بالنصر والتوفيق. أحد آثار البطالمة في الإسكندرية لإرشاد السفن اللي هي عندنا هنا، اللي هي هنا في إسكندرية اللي هي منارة الإسكندرية. أحد الحصون التي بناها الرومان اللي هو حصن بابليون هنا يا أولاد في القاهرة. بعد كده معبد زارا والإسكندر الأكبر اللي هو هنا معبد أمون ناحية واحد سيوة، وهنا البحر اللي هو الموجود ده البحر المتوسط. نيجي بعد كده الخريطة رقم 3، مدينة استكمل بطليموس الأول بناها لمدينة اسكندرية. أحد الحصون الجنوبية القديمة اللي هي بوهين، هي تحت خالص اهي. أحد المعابد الجنائزية معبد حتشبسوت هنا، كنا في الأقصر. تمام، هنا ده نهر النيل يا أولاد، ماشي أهو. تمام، رقم 4 الخريطة رقم 4، إحدى حروب الجيش المصري الحديث قامت على هذه الأرض اللي هي رقم 1 اللي هي سيناء حرب أكتوبر. حافظة بها أشهر مكتبة قديمة وحديثة اللي هي اسكندرية هنا. معبد بناه الملك رمسيس الثاني هو معبد أبو سمبل. بعد كده الصحراء، دي الصحراء الغربية، محافظة بأقدم الأديان المسيحية من محافظات
البحر الأحمر. يبقى كده انتهت الأسئلة بتاعتنا، أتمنى لكم النجاح والتوفيق إن شاء الله، وإن شاء الله يا أولاد ربنا يعينكم وإن شاء الله يوفقكم وينجحكم. وأوصيكم وأوصي نفسي دائما أن الدل على الخير كفاعله، فيجازيكم الله خير اللي يقدر يدل على القناة ويدر على الدروس اللي احنا بننزلها، يبقى جزاه الله كل خير وينقطع عمل ابن آدم من الحياة إلا من ثلاث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا علم ينتفع به، طبعا ولد صالح يدعو له، صدقة جارية. وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.